عيبة عن الأهلي في اللقاء ده، فحسابات المباراة ومقدماتها إلى حد ما تقول إنها موقعة ليست بالسهلة أو باليسير. الرهان على إيه يوم الجمعة؟ يعني يمكن النادي الاهلي هيستهل مشواره مع بلوزداد في عوده بقى المشوار مره اخرى بعد انتهاء البطوله بمواجهه صعبه. ايه اللي صعب المواجهه شويه على النادي الاهلي؟ ان النادي الاهلي ما لعبش مباريات رسميه من فتره كبيره جدا، يعني من اخر فتره توقف قبل ما المنتخب يتجمع النادي الاهلي ما شاركش في اي مباراه رسميه. في المقابل شباب بلوزداد كان مشارك في المباراه الرسميه بشكل طبيعي ولعب مباراه من 4 ايام. فده هيكون على المستوى الجاهزيه شويه نسبيا هيميل للجانب الجزائري، ولكن في نفس الوقت هم كمان كانوا طلعوا واشتكوا من حته الاجهاد. المدير الفني اشتكى من باكيتا اللي كان ليه تجربه في مصر، اشتكى من موضوع الاجهاد. فالنادي الاهلي ممكن حاله الفوقان اللي النادي الاهلي عملها بعد المباريات الوديه اللي لعبها مع استرجاع اللاعبين الدوليين والروح الكبيره اللي النادي الاهلي بيتمتع بيها الفتره الاخيره، اعتقد ان النادي الاهلي قادر انه يخرج من مباراه الشباب بلوزداد يوم الجمعه ان شاء الله ب3 نقاط وتامين صداره المجموعه ان شاء الله. الثلاث نقاط هيبقوا غاليين جدا ويحسموا او يقربوا الاهلي بنسبه 90% من التاهل بصرف النظر عن اول او تاني. ده انا قلت لكم نقاط المجموعه لغايه دلوقتي. الاهلي في الصداره 5، يانج افريكانز 5 لكن بمباراه زياده، وراهم شباب بلوزداد وميدياما الغاني 4 نقاط، لكن ايضا ميدياما لاعب مباراه زياده عن بقيه الفرق. طيب خلينا نشوف شباب بلوزداد كده الحلقه ايه، في انتقالات، في رحيل لاسماء، في استقطاب او صفقات جديده، مشواره في الدوري، اخر مبارياته اللي لعبها زي ما كان بلال بيقول الدوري لم يتوقف في الجزائر زي ما حصل عندنا هنا في مصر. اتفضل يا احمد. دي ارقامه طبعا في دوري الابطال. المباريات هم لعبوا 3 مباريات، فازوا في 1، تعادلوا في 1، خسروا 1، الاهداف 4، استقبلوا هدفين، اهداف من داخل الصندوق 4، متوسط الفرص المؤكده في المباراه فرصه 1، متوسط التصويب 8.3، متوسط المراوغات 10.3، متوسط الاستحواذ 40% تقريبا، متوسط التمرير 75% تقريبا، متوسط التمريرات الطوليه 47%، متوسط العرضيات 18%. طيب نروح للهدافين يا بلال، هدافين شباب بلوزداد، هدافين طبعا، وده على مستوى الدوري الجزائري، الارقام يعني دي على مستوى الدوري بما ان على مستوى عدد المباريات الاكثر. يعني طبعا بياتي في الصداره ليونيل وامبا، ده الهداف الفريق 8 اهداف، بيجي بعد كده عبد الرحمن ميزيان 4 اهداف، واسحاق بصوف 2، واسامه دارفيلو 2، ويوسف امين العويفي 2. وده بالمناسبه المدافع هيغيب عن مباراه النادي الاهلي المباراه القادمه للاصابه. مصطفى نروح للاكثر صناعه، الاكثر صناعه، اكثر صناعه عبد الرحمن عبد الرؤوف بن غيث. عبد الرؤوف بن غيث ده 4 اسيستات، ده واحد من اهم اللاعبين في فرقه شباب بلوزداد، لعيب مميز جدا، بيلعب رقم 8، لعيب مميز جدا جدا جدا، احنا عايزين نحط علينا عليه لان هو لعيب مميز قوي. كان بيلعب في الترجي بالظبط، كان بيلعب في الترجي فعلا. وحسين بن عياد، حسين بن عياد 3 اسيستات. مزيان برضو كان موجود في قائمه افضل الهدافين وموجود في الاكثر صناعه. طلال بيوسف 2 اسيست، اسحاق طلال بوسوف ده برضو جناح يمين، جناح يمين مظبوط، 2 اسيست. اكرم 2 اسيست، بيلعب في نص الملعب. تمام. الماتشات سريعا، انا هكمل ارقام بس عشان اكلم على التكتيك والطريقه اللي بيفكر فيها مارسيل كولر في ظل العناصر اللي هتبقى موجوده قدامه. نروح للماتشات الاخيره وترتيب شباب بلوزداد في الدوري الجزائري، ويمكن حتى في السكايب اللي احنا عملناه مع طبعا نجم شباب بلوزداد ومدرب حراس المرمى السابق معاهم امبارح، قال لك انه شباب بلوزداد بيعاني والجهاز الفني بيشتكي من الغيابات ومن تاثير المجهود اللي قد يصب في مصلحه النادي الاهلي. يعني بلال كان بيتكلم عنها ميزه ان هم مكملين بيلعبوا على المستوى الرسمي، ده برده ممكن يترجم في صالحنا انه في ارهاق، احنا مريحين، اتمنى بس ان احنا نرجع بنفس الفورمه اللي كنا وصلنا لها قبل مرحله التوقف في الدوري. نروح لترتيب جدول الدوري الجزائري. يعني يمكن شباب بلوزداد بيجي في المركز الثاني بعد فريق مولودية الجزائر، ولكن هو لعب مباراة زيادة، مولودية الجزائر لعب مباراة أقل، ورغم ذلك بيتصدر الدوري بفارق 5 نقاط عن شباب بلوزداد اللي فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات. آخر 5 مباريات يا بلال لعبهم؟ آخر 5 مباريات هو اتعادل، كسب اخر 6 مباريات، انا عندي احصائيه مش عارف من هتطلع الجدول ولا لا، بس انا اخر 6 مباريات فاز في 4
واتعادل واحده وخسر واحده وتعادل واحده صح. احنا معانا هنا بس اخر خمسه فاز في ثلاثه وخسر واحده، واخر مباراه ليه رسميه في الدوري الجزائري انتهت بالتعادل. الطريقه والتشكيل الاساسي اللي بيعتمد عليه شباب بلوزداد يا احمد، هما بيلعبوا ب 4 3 3 طريقه اللعب بتاعه شباب بلوزداد 4 3 3 وعندهم طبعا يعني غياب مؤثر حارس المرمى طبعا مبولحي هيغيب، رئيس مبولحي طبعا هيغيب طبعا جندوز هو هيبقى حارس المرمى. بصوا انا هقول لكم بالاسماء الاسماء اللي تم تداولها غيابات في صفوف شباب بلوزداد، عندنا يوسف العوافي، شعيب كداد، محمد عزي، اسلام بكير، زين الدين بوتمان لاسباب مختلفه. ده وطبعا رئيس مبولحي، وانا بشوف انه طبعا رئيس مبولحي من حيث الخبره ومن حيث مؤثر جدا طبعا، مؤثر جدا ده حارس مرمى على فكره، لكن ده منه ممكن يكون ايه صحيح او غير صحيح انا يعني ما اقدرش. الغيابين الابرز يوسف العوافي وشعيب كداد، دول اللي كانوا بيشاركوا بصفه اساسيه ودول اللي اتقال ان هم هيفتقدهم شباب بلوزداد. صحيح. لكن رئيس مبولحي بالمناسبه ما بيلعبش كل المباريات يعني اليكسيس قندوز بيشارك اكتر من رئيس مبولحي يعني، وحارس مميز ايضا. صحيح. عملوا صفقتين في الميركاتو الشتوي، صفقه اعاره من العربي الكويتي ده سفيان بوشار ونوفل خصيف، نوفل خصيف ده من جازنتاب التركي. تمام. ده فري ترانسفير يعني صفقه انتقال حر، دي صفقاتهم اللي عملوها في الميركاتو الشتوي. يعني واضح ان هم دعموا بصفقتين يعني زي ما النادي الاهلي. طيب خليني اكلمكم على 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 مباراه الدور الاول. مباراه انتهت بالتعادل على ملعبنا، ودي نتيجه تعتبر ايجابيه ليهم بالنسبه لنا احنا هنا سلبيه. هل تعتقد انه المرحله دي، خد بالك دي كانت قبل كاس عالم وقبل كاس السوبر النخبه، هل لانه كان مستوى الاهلي في الفتره دي مش واصل للتوب فورم، هل لانه شباب بلوزداد فريق يعني فريق بلغه الكوره فريق بايخ او فريق تقيل بره ملعبه وجوه ملعبه، ولا ده مرتبط بمستوى النادي الاهلي؟ طبعا مستوى النادي الاهلي مهم جدا، لان مستوى النادي الاهلي وهو في اعلى فورمه ليه، حتى لو شباب بلوزداد في اعلى فورم في النادي الاهلي برضه هيكسب وهيقدم اداء قوي. لكن شباب بلوزداد فريق مميز ومعاه مدير فني مميز طبعا، والنادي الاهلي التخوف بس من حاجه مهمه جدا في مباراه العوده، ان النادي الاهلي بيفكر بنفس الوقت بتاع مباراه اتحاد العاصمه. كان النادي الاهلي برضه منتعش بالانتصارات، منتعش دلوقتي النادي الاهلي منتعش يعني اخر مباراه النادي الاهلي كان بطوله السوبر المصري طبعا، السوبر قبلها كاس العالم، قبلها كاس عالم الانديه. ففي انتعاشه طبعا من البطولات والبرونزيه، ودي طبعا بعد فتره توقف بتبقى مهمه جدا العوده اللي بتاكد الاداء المميز اللي انت نهيت بيه. فعشان كده بتبقى متخوف من المباراه دي، خاصه انها خارج ملعبك، وفريق شباب بلوزداد عنده التحولات الهجوميه مميز بيها جدا، عمل كده في مباراه برج العرب. طيب عايز اخد رايكم في اللي بيدور في راس مارسيل كولر، عندك غيابات كتيره مؤثره بسبب الاصابه، عندك لعيبه مهمه جدا كانت موجوده معاك قبل التوقف اما راجعه من اصابه زي امام عاشور وزي رضا سليم جاهزين او يعني الجهاز الطبي قال انه مفيش مانع من المشاركه فنيا، طبعا ده قرار مارسيل كولر هو اللي متابع. بيرسي تاو مشوار طويل مع جنوب افريقيا لغايه مركز ثالث ورابع، رهان اليو ديانج طبعا برضو واحد الشناوي، يعني قائمه الغيابات فيها كتير. لكن في غياب مهم كمان، انا بشوف ان هو غياب مهم جدا الفتره الاخيره، كان احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا واحد طبعا من افضل اللاعبين اللي كانوا ختموا مع النادي الاهلي قبل مشوار كاس، وحتى هو انضم لمنتخب مصر الاول، ولكن سوء حظه في الاصابه طبعا بنعزيف وفاه والده ربنا يرحمه، وهو لاعب راجل وغياب مؤثر. التشكيله الامثل من وجهه نظر كل واحد فيكم، هبدا بمصطفى. طبعا مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اثنين مساكين عبد المنعم وياسر ابراهيم، ثلاثه في نص الملعب مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، مثلث هجومي حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهرب. مصطفى تبدأش برضا سليم، رضا سليم اصلا اعتقد هو خارج المباراه. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني، عبد المنعم وياسر، معلول وسط الملعب. انا بشوف ان احنا نبدا زي ما بدانا في مباراه فولمانينزي، مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، ثلاثي الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وانتوني موديست. تبدا بموديست؟ ابدا بموديست. انت بدات موديست برضو ولا بدات كهربا؟ انا بدات الكهرباء يعني بالنسبه لي الكهرباء اجى، بس لا انا بشوف ان احنا نستغل حاله التالق اللي عليها موديست، احرز هدفين في وديه سموحه واحرز ثلاث اهداف في الوديه اللي شارك فيها اخر قبل اللقاء يعني. بلال محسن، احمد مصطفى، بشكركم شكرا جزيلا، ويلكم باك.